بعد صلاة العصر كان من سوء الحظ اثنين أجانب أنه دخول الوادي متأخر، فجرهم جمال الوادي إلى تسلق الصخور والسباحة إلى منتصف وادي المعري. طبعا أحدهم انتظر ما قدر يعدي برك السباحة، ولكن الثاني غامر وعدى برك السباحة ثم ظهر من تحت الصخور إلى فوق سطح أحد الصخور المتراكمة في وادي لجب. طبعا أخذت المسافة إلى أن أظلم الليل ولا استطاع يرجع، فيما أن رجع خويه أو المرافق الشخصي اللي معه، طبعا هم اثنين من أوكرانيا، فبلغ أحد الشباب الموجودين في الوادي، ومنها بلغوا الدفاع المدني، وجانا خبر أنه في أحد الأشخاص عالق في وادي لجب. طبعا بادروا الشباب من الساعة 6 أو 7 المغرب بالبحث. طبعا عملية البحث أو 70 ممكن حالة تم إنقاذها من 2014 في وادي لجب، وهي أحد الأشياء اللي بنت فريق فزع التطوعي، فهو عبارة عن 115 شخص تابعين لمحافظة الريث. طبعا شباب متمرسين عندهم القدرة على إنقاذ أي شخص عالق في المرتفعات أو داخل برك المياه. توجهنا في قبل صلاة العشاء للدخول في الوادي، كل يحمل كشافة، كل يتسلق. طبعا أنا كنت أحد الموثقين لهذا الموضوع، فكان من المحتمل أن يحدث لك أي شيء في الوادي. صعوبة الوادي وتضاريس الوادي الأشبه بالفيلم، خاصة في الليل الدامس. والحمد لله تم إنقاذ الشخص وهو بحالة جيدة.